ندعوكم للانضمام إلى قناة إلهام شانيل عبر الضغط على زر الاشتراك الأحمر، وإذا أردتم التوصل بجديد فيديوهاتنا فور نزولها اضغطوا على الجرس، ولا تنسوا دعمنا باللايك إذا أعجبكم الفيديو، وأيضا شير إذا أردتم إفادة غيركم، وشكرا لكم. السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي دائما إلهام شانيل. جسبا إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا فرحانين وناشطين يا ربي. دونك الوصفة ديال اليوم هي وصفة مختصة بالوجه تحديدا لتبييض البشرة والتخلص من الحبوب، سواء كانت الحبوب صغيرة أو كبيرة، وأيضا سواء كانت حب الشباب بالنسبة للسيدات لفترة الشباب سواء كانوا يعني فتيات أو شبان. فالوصفة رائعة جدا و مفيدة لتبييض الوجه والتخلص من البقع الداكنة وأيضا البقع البنية. بالنسبة للوصفة ديال اليوم كتكون من جوج ديال المكونات سهلين مهلين كيف ما عودتكم بالوصفات الطبيعية بامتياز متواجدة في أي منزل كما كانت النوعية ديالو، بجوج المكونات اللي هما يعني الأغلبية ديالهم كيكونوا في الكوزينة ديالنا، يعني مكونات اللي كنستعملوهم يوميا في حياتنا اليومية. على بركة الله ما نطولت عليكم أكثر من هذا ونمشيو للمكونات ثم طريقة التحضير ثم طريقة الاستعمال. أول مكون سنحتاج إليه هذه الوصفة هو القرفة. دونك القرفة من بين الفوائد أو من بين البودرات بالأحرى اللي هي طبيعية ورائعة لتبييض البشرة والتخلص من البقع الداكنة، فأنا دائما كنستعملها في وصفاتي الطبيعية. وفي الفيديو اللي سبق لي وقدمت لكم في القناة ديالي قدمتها لكم مع عدة بودرات، والفيديو نال الإعجاب العديد من الحبيبات ومن السيدات. فالقرفة ممكن تبحثوا عليها ايضا في جوجل وسير انترنت، الناس اللي كيبغيو اكيد يبحثوا ويقلبوا ويعني كما كنقولوا حنا يعرفوا الجديد، فممكن تبحثوا على القرفة وفوائد ديالها للبشرة خصوصا للحبوب ولتبييض البشرة. وممكن ايضا تجيو تكتبوهم لنا في خانة التعليقات على الرحب والساعة اي معلومة اضافية عندكم بخصوص اي مادة من المواد، ماشي غير في هذا الفيديو وانما في اي فيديو قدمته لكم دائما في قناة ديالي إلهام شانيل. فغير جيو وكتبوا لي في خانة التعليقات وانا اكيد كنرحب كما قلت لكم بالتعليقات ديالكم، كم سنستفد معكم حتى انا الا كانوا اشياء جديدة لما لا، وايضا يستفدوا معكم البنات جدات على القناة ديالي اللي هي دائما إلهام شانيل. دونك كما قلت لكم القرفة راه رائعة لا للتبييض ولا للتخلص من البقع الداكنة، نمشوا الكلف، وايضا اهم شيء انها يعني كتحيد لينا الحبوب، ايضا كتحيد لينا حتى الاطخاس ديال الحبوب، يعني الا كانوا فينا حبوب ويعني مشاو مع المدة او مع استعملنا وصفات طبيعية او مع استعملنا كريمات، المهم انهم مشاو يعني الحبوب غبروا كما كنقولوا حنا بالمغربية الدارجة وبقاو الاطخاس. في هذه الوصفة غادي تداوي لكم حتى الاطخاس اللي كاينين ديال الحبوب، ايضا البقع الداكنه، وكما قلت لكم ايضا الناس اللي كيقلبوا على التبييض. بالنسبه لثاني مكون هو العسل، خديت هنا العسل السائل. حاولوا البنات تيفيتيو اي مكون اللي كيكون قاصح، يعني الا كان قاصح نحاولوا ديما نديروه في حمام مريم لمده 5 دقائق او 2 دقائق او 3 دقائق على حسب الماده باش ما تتحرقش لينا ويعني يمشوا من هذوك المنافع ديالها. عاد نستعملوها في الوصفات الطبيعيه خصوصا في فتره الشتاء او فتره الصيف، لانه كتجمد الحاجه وما كتبغيش يعني تتكب، خصوصا الا كانت يعني سائله ما كتبغيش تكب لينا في الوصفات الطبيعيه، باش نمزجوا جميع المكونات وتسهل علينا العمليه. اكيد انا هنا خديت العسل السائل، ديجا كنت كنستعمل واحد العسل اللي كان قاصح شويه، فاش كنستعملو ضروري ما كنكون ديجا مذوبه، وهذا الشيء اكيد كياخذ شويه ديال الوقت خصوصا في هذه الفتره كما قلت لكم. فضروري نيفيتيو العسل اللي كيكون قاصح، نحاولوا ناخذوا العسل السائل اللي كيكون دغيا سهل مهل باش نخلطوا معاه المكونات مع بعضهم. اكيد البعض وما نطولش عليكم اكثر من هذا، نمشيو نخلطوا القرفه والعسل. بالنسبه للقرفه الناس اللي غيسولوني على الكميه او الكونتيتي ديال القرفه، فانا استعملت جوج المعالق ونص ديال القرفه، وغادي نضيف لهم العسل تدريجيا كما كتشاهدوا. العسل ساهل ماهل، يعني حتى في التخلاط كيجينا ساهل وبسيط، وغادي نحاول ناخذ الملعقه ديالي باش نخلط جميع المكونات. ما
مع بعضهم البعض اكيد حتى نحصل على خليط يعني ساهل في القوام ديالو. غادي نحاول نضيف العسل في الجهه الاخرى لانه الجهه الاولى ما تكبش العسل يعني في القوام ديالو كامل. عاد نبدا كنخلط جميع المكونات وجميع العناصر مع بعضهم البعض اكيد حتى نحصل على قوام اللي هو قوام معتدل. كما كتشوفوا حتى كتصبح لينا القرفه مخلطه مع العسل يعني ما تحاولوش يعني ما تخلطوش مزيان القرفه مع العسل فما غتنجحش لكم الوصفه نهائيا. خاص ضروري العسل يتخلط مع القرفه حتى كيصبح بهذا الشكل هذا كما كتشاهدوا. كما قلت لكم العسل كيكونوا فيه يعني مشاكل كثيره خصوصا في هذه الفتره فبزاف السيدات كيستعملوه كيقولوا لي ما صدقش لينا العسل مع الوصفات. كما قلت لكم العسل خاصو يكون سائل الا بغيتو ينجح لكم في الوصفات الطبيعيه. الا ما كانش سائل حاولوا ديجا تذوبوه في حمام مريم عاد تستعملوه تخليوه يبرد اكيد عاد تستعملوه في الوصفات. كما كتشوفوا هنا الوصفه راها يعني وجدات ليا ما بين القرفه وايضا العسل يعني الوصفه ولات جاهزه. كما قلت لكم ضروري ما العسل يكون سائل باش يتخلط لكم مع القرفه او مع اي مكون اخر. كما كتشاهدوا ولا عندي السائل ديال القرفه والعسل والمكونات متجانسه مزيان مع بعضها البعض كما هو موضح في الفيديو. كما كيبان لكم بالنسبه للقرفه عندها كما قلت لكم فوائد لا تعد ولا تحصى للحبوب وايضا لتبييض البشره يعني من بين الاقنعه اللي عجيبه ورائعه في نفس الوقت. دونك بعد ما تصبح لكم يعني بعد ما يصبح لكم الخليط بهذا الشكل هذا غادي تاخذوا بالنسبه للسيدات اللي باغين غير يعالجوا الحبوب غتاخذوا بالاصبع ديالكم هاد الوصفه هادي وتطبيوها على فين كاينه الحبه يعني اي حبه سواء صغيره سواء كبيره او حب شباب غتطبيو الوصفه على فين كاينه الحبه فقط. الناس باغيين يداويو غير حب شباب او الحبوب يعني بصفه عامه. بالنسبه للسيدات اللي باغين يعالجوا يعني البقع الداكنه ويبيضوا البشره ديالهم فهاد الوصفه غتستعملوها كقناع الوجه ديالكم بالكامل لمده 30 دقيقه او ربع ساعه على حسب المشاكل اللي كاينه في الوجه ديالكم. يعني الا عندكم مشاكل كثيره فالوقت كيبقى على حسب المشكل اللي كاين، الا عندكم مشاكل خفيفه ظريفه كما كنقولوا فخليوها غير الوقت قصير وبسيط عاد غسلوا الوجه ديالكم بالكامل. الا عندكم لي تراس ديال الحبوب يعني لي تراس كيبانوا يعني غير في بعض المناطق فحاولوا تاخذوا الوصفه وتوضعوها غير في البلايص اللي يعني كاين فيهم لي تراس. بالنسبه للوقت كيبقى على حسب الرغبه وعلى حسب المشكل فين كاين عندكم وعلى حسب واش المشكل كاين في الوجه ديالكم بالكامل اولا غير في بعض المناطق في الوجه ديالكم. كنصحكم بهذه الوصفه تخليوها المده ديال نص ساعه او ربع ساعه. بالنسبه للسيدات اللي عندهم الحبوب او الحبوب بصفه عامه فغتخليو هذه الوصفه حتى تكرم يعني ما ديوهاش في الوقت وانما حتى تكرم يعني حتى تكرم على الحبه عاد تحيدوها. بالنسبه للسيدات اللي عندهم الحبوب فهاد الوصفه غادي تعالج لكم الحبوب سواء حبوب صغيره او حبوب كبيره او حب شباب في ظرف وجيز كيتراوح ما بين اسبوع الى اسبوعين لو ماكسيموم بالنسبه للسيدات اللي عندهم الحبوب. اما الناس اللي باغين التبييض وباغين العلاج نمشوا الكلف فالوصفه غادي تحتاج لكم 3 ديال الاسابيع الى اسبوعين على حسب نوعيه ديال البشره على حسب الاجواء يعني على حسب بزاف العوامل اللي كيدخلوا في هذا الموضوع هذا. المهم ان شاء الله غادي تبان لكم نتائج في ظرف اللي هو وجيز. بالنسبه للسيدات اللي باغين تبييض اكثر واكثر فكنصحكم بعض القطرات ديال الحامض في هذه الوصفه اي غتستعملوا القرفه
وايضا العسل وايضا بعض القطرات ديال الحامض، لانه الحامض غادي يزيد في انه الوصفه تكون يعني للتبييض فقط، الناس اللي تيقلبوا على التبييض. اما الناس اللي باغيين يداويو حب الشباب او الحبوب الصغيره او كما قلت لكم الحبوب بصفه عامه، فما تضيفوش الحامض نهائيا، فقط خذوا غير القرفه والعسل، خصوصا اذا كان العسل الحر، ما كانش ماشي مسكي خذوا غير العسل العادي، غير هو يكون سائل. وبصحة والراحة، الوصفة مجربة ومضمونة مني أنا ومن لافامي أوسي كاملة ديالي اللي ديجا مجربينها، سواء لعلاج الحبوب أو التبييض أو النمش أو الكلف. كما قلت لكم عسل الحامض غادي يزيد على انه الوصفه تكون اكثر للتبييض، وغيزيد يبيض لكم البشره درجات ودرجات، يعني عكس القرفه والعسل بوحديتها. فقط بعض القطرات ديال الحامض ما تكثروش منه بزاف، وحاولوا الوصفه اللي استعملتوا فيها عسل الحامض ما تخرجوش نهائيا للشمس، لانه الا خرجتوا للشمس تقدروا اكيد تزيدوا من الاستمرار ديال البشره ديال الوجه ديالكم. اكيد حنا هادشي ما نبغيوش، ونحاولوا نيفيتيو قدر المستطاع. فكما قلت لكم نحاولوا ندرقوا الوجه ديالنا من الشمس نهائيا الى استعملنا هذه الوصفه، ولكن تقريبا يعني في جميع البلدان المغربيه والمدن المغربيه فما كاينش الشمس اللي هي كثيره بزاف وحاره اللي تقدر اكيد تسبب لنا سمرار، فكاين يعني الشمس معتدله تقريبا في جميع البلدان المغربيه. اما بلدان اخرين او مدن اخرى اللي خارج المغرب فانا اكيد ما عنديش فكره عليهم. وما تنساوش تخليو لنا تعليقات والاقتراحات والاستفسارات على اي سؤال طرق للقناة او الفيديو ديالي او لاي وصفات طبيعية اخرى. بالنسبة لهاد الوصفة فحاولت لهم ماكسيموم ديالي انني نقدم لكم النصائح وانني نقدم لكم الفوائد وانني نقدمها لكم للعلاج الحبوب وايضا نمشوا الكلف والتبييض، لانه كنتو كثرات اللي طلبتوا مني هاد ثلاثة ديال الاشياء. فكنتمنى اكيد تكون الوصفة نالت الاعجاب ديالكم وكانت خفيفة ظريفة على قلوبكم. ما تنسوش تبارطاجيوها او تعملوا لها شير مع الاحباب والاصدقاء ديالكم، اكيد غادي يكون عندكم جروب واتساب، فما تنسوش تبارطاجيوها فيه. ايضا ما تنسوش تعملوا لايك لهذا الفيديو، تشتركوا في القناة، تضغطوا على زر الجرس، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام و سناب شات و سي لاباج اوفيسيال فيسبوك، جميع الروابط في الديسكريبشن بوكس او في لاباغ دانفو او لا في صندوق الوصف. الوصفة سحرية بامتياز، كنتمنى فقط انكم تجربوها وتعطيونا التعليقات والاقتراحات كما قلت لكم الاستفسارات في خانة التعليقات. وشكرا لكم اكيد على حسن المتابعة، ونشوفكم ان شاء الله اكيد في البروشين فيديو في وصفه جديده وقريبه ان شاء الله. غو بيزو لكم وبسلامه.